اشمعنى قبل وانت داخل تلعب بطوله افريقيا ابطال الدوري انت عاملهم ريليتد ببعض الاثنين؟ يعني انا بالنسبه لي ريليتد. اقول لك ليه؟ مش عشان هم عايزين يفشلوا الزمالك، هم خلقتهم مع مرتضى. يعني ايه؟ اللجنه الاولمبيه والناس اللي متخانقه مع مرتضى، اول حاجه مرتضى اكبر خطا عمله، ان اكبر خطا اتعلمناه في الحياه ان انت ما تتخانقش مع كذا حد جامد في نفس الوقت. ده اتعلمناه النهارده. لو بتخانق مع سيف جامد، ما اروحش اتخانق مع حازم كمان واتخانق مع بتاع. ده الخطا الكبير اللي مرتضى عمله، ان هو اتخانق مع اربع خمس جهات مختلفه في نفس الوقت، فكلهم اتكتلوا عليه وصبوا في حته واحده. فين الحته اللي نوجعوا منها؟ اللجنه الاولمبيه، الميثاق الاولمبي اللي انت اخترقته، صح؟ دي الحته اللي هم اشتغلوا عليها. انا تفسيري للموقف في التوقيت ان ده الوقت اللي اضرب فيه مرتضى، لان مرتضى لو كسب بطوله افريقيا مفيش بني ادم في مصر هيعرف يكلمه، مش في مصر، مفيش بني ادم، مفيش حد يعرف ياخد قرار ضده الا الناس الكبيره بقى، الناس كبيره في الدوله. يعني ده التوقيت اللي متاخد، انما انا ممكن اخد قرار النهارده فالقرار ده ملوش علاقه بقى. انا بقى يعني انت كنت مع تاخير القرار؟ بص يا سيف، انا مع ان اي حد غلط لازم يتحاسب. انا ايا كان مين، حتى لو رئيس نادي الزمالك، رئيس نادي الاهلي، رئيس اي غلط، لازم النهارده يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه حساب موجود قدامه.